ماذا لو فعلها بوتين وضرب بسلاحه النووي؟ إذا تعرضنا لأي هجوم مدعوم من دولة نووية فسنرد بضربة نووية. ربما هذا هو أخطر بند أضافته روسيا على عقيدتها النووية الجديدة التي يتم حالياً إطفاء الطابع الرسمي عليها. لنفترض مثلاً حدوث سيناريو كهذا مع أوكرانيا أو إحدى الدول الأوروبية، لن يكون هناك الكثير أمام أوروبا لتفعله. هذا ما يعتقده مراقبون عن الاستعداد الأوروبي، الذين أكدوا عدم استعداد أوروبا وحلف الناتو للتصدي لهجوم نووي روسي حال حدوثه. والسبب ببساطة أن القدرات العسكرية الأوروبية لديها أقل من 5% من الدفاعات الجوية اللازمة للتصدي لهجوم كهذا. فروسيا بحسب التقديرات يمكنها إطلاق 500 صاروخ نووي في غضون دقائق، وهذا يفوق بكثير قدرة أوروبا العسكرية. وبدلاً من الاستعداد العسكري، لجأت بعض العواصم الأوروبية إلى تكثيف إقامة ملاجئ نووية وتدعيم ملاجئ أخرى من حقبة الحرب الباردة. ما رأيكم؟ هل يفعلها بوتين؟